يا أخي الفاضل، ليس هناك وقت للإمساك قبل الأذان. الصائم المسلم يأكل حتى يسمع الأذان، فإذا سمع الأذان أمسك. يعني لو كان بيدك لقمة وحطيتها في فمك ثم سمعت الأذان كملها، لو كان عندك كوب ماء وحاطه في فمك وسمعت الأذان كمله. هذا الذي وصانا به النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له لما تسحر الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كم كان ما بين السحور والأذان يعني الإقامة؟ قال قدر قراءة 50 آية. قال بعض أهل العلم قرأت 50 آية في 6 دقائق، يعني ما بين الانتهاء من السحور وإقامة الصلاة 6 دقائق. وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول للناس أمسكوا إلا إذا أذن المؤذن، إذا أذن المؤذن أمسك الناس، بارك الله فيك. وأما ما يذكر الآن من وجود إمساكية يقول أمسك قبل الأذان 10 دقائق، هذه مخالفة وبدعة، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه، وبحث هذه المسألة وقال هذه محدثة وطارئة أو جديدة، ما عرفت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة أن يقول للناس والله. وبعدين الآن كثير من الناس مريض مسكين عنده أدوية يحتاج أن يأخر الدواء إلى قريب من الأذان، كيف أمنع الآن أقول له قبل ربع ساعة وثلث ساعة ممنوع تأكل وتشرب؟ بأي دين وبأي نص نأمر الناس بمثل هذا؟ لا، نقول للناس كلوا حتى إذا سمعتم الأذان توقفوا، إذا سمعتم الأذان توقفوا. هذه السنة يا أخي الفاضل.